حاليا هاي الأسبوع أقل من كابل، بس ما تبين. نعتمد على خبرة البايلوت والأجهزة والأخوان بالمقدمة. أوكي كابتن، وحتى لا يتوقف العمل نعتمد على الأجهزة وخبرة البايلوت والمساعدة الأخوان الطاقم، طاقم إيطالي متعاونين، والأخوان بالمقدمة جماعة المورينج ماستر. ستوب انجين يعني أقل من كابل، ما تبين الأسبيان، بس نعتمد على الأخوان، نعتمد على أيضا خبرة كابتن حيدر. ايش قد عين المسافة؟ اوكي نو مور ليف، ثانك يو كابتن حيدر علي. هو بون تو فورتي كابتن حيدر علي. عمر كابتن، ايش قد عين المسافة؟ كابتن عندنا حدود 450 متر. خير ان شاء الله 450. تشوف هالاس بي ام او؟ اشوفه. يلا خير ان شاء الله. بالمقدمة 400. عين السيطرة تفضل. توكل كابتن عين، انا اكو فترة الازعاج، يعني ان شاء الله راح نكمل الارسال ان شاء الله بهذا، يعني على هذا الوضع ان شاء الله راح نكمل الارسال بعد، اذا احنا باقي لنا 400 متر عنها ان شاء الله نرسي. حياك الله. هذه الأسبيان بالمقدمة تبين للإخوان من يمنى العماء، تبين يعني يا دوب. نعتمد على المساعدة الفريق كامل بين البايلوت، مورينج تيم، مورينج ماستر، الطاقم، وإن شاء الله خير. وإحنا جايين إن شاء الله ما يتوقف النفض، الجهود الإخوان، وهذا المغذي الوحيد للعراق، نقدر نقدم شيء للعراق إن شاء الله. بس السلامة، هي مو مغامرة، إنما يعني إراد لها مزيد من الجهود والخبرة. هذه أقل من 200 متر مترين، إن شاء الله السلامة، وإحنا راح نتوجه لها والله كريم. حاليا على الناقل أماري والأس بي أم 200 متر، بس ما تبين. الاحتمال الآن على خبرة البايلوت، تعاون الفريق والأجهزة، وإن شاء الله يتواصل العمل ما يتوقف رغم الظروف، وإن شاء الله لأن الظروف تحكم لا أحيانًا. فمتوجهين للأسبيان مع الطاقم الإيطالي، ويبقى العلم العراقي مرفوع جهود أهله، واصلين إن شاء الله.